وفي الموصل وليضعنا في صورة ما شهدته المدينة من أحداث، حيث شهدت الموصل وفاة مدير مفتشية آثار وتراث نينوى بعد ساعات من استدعائه للتحقيق ومستجدات أخرى حول هذا الملف. كان محمد طلال مراسلنا قد بين لنا ذلك في إحاطة من هناك. نعم، مساءكم خير وتحية لكم. اليوم يعني كان هناك حدث أبرز في محافظة نينوى، وهو وفاة مدير مفتشية وتراث وآثار نينوى علي الصميدعي. حقيقة هذا الخبر يعني أثار ضجة كبيرة هنا في محافظة نينوى، خصوصا بعد ساعات قليلة من استدعائه من قبل اللجنة التحقيقية الخاصة بملف تزوير الأراضي في محافظة نينوى. ويعني من جانبه قال نجم الجبوري محافظ نينوى أنه تم تشكيل لجنة تحقيقية يرأسها مدير المركز المشترك لأمن واستخبارات نينوى اللواء الركن عبد الخالق الخيكاني لمعرفة ملابسات هذا الحادث، خصوصا أنه يعني تم إيصال الجثة إلى الطب العدلي ولا بحسب محافظ نينوى لا تحمل أي آثار تعذيب على المتوفى. في اليوم يعني يصادف الذكرى السابعة للجينوسايد الذي وقع في محافظة نينوى وتحديدا في قضاء شنغال إبادة الأيزيديين، وهذه الذكرى الأليمة على قلوب جميع العراقيين وخصوصا في محافظة نينوى. يعني جاءت المطالبات أو بالأحرى تجددت، خصوصا أنه هذه هي الذكرى السابعة، وإلى حد اليوم الأيزيديين في مخيمات النزوح وملف التعويض لا يزال إلى اليوم معرقل. نظم موظفو التقاعد في محافظة نينوى اليوم وقفة احتجاجية أمام دائرة التقاعد للمطالبة بشمولهم بملف الحوافز وأيضا الترفيعات أسوة بوزارة المالية. يعني هذه المطالبات جاءت خصوصا بعد أنه رواتب هذه الشريحة لا تتعدى 400 ألف، لذلك هذه المطالبات لم تكن حصريا فقط في محافظة نينوى وإنما في جميع محافظات العراق. أخيرا أحبطت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم موضوع كان متعلقا بالإسمنت المدعوم في محافظة نينوى وأوقفت تجهيز آلاف الأطنان بسبب مخالفات قانونية، وقالت هيئة النزاهة أنه هناك شخص انتحل صفة المدير المفوض بإحدى شركات المقاولات في محافظة نينوى بغيت تجهيزه بهذه الكمية التي قدرت بمئة ألف طن من مادة الإسمنت المدعوم وبمبلغ 6 مليارات دينار عراقي. تم إيقاف هذا الملف خصوصا بعد التزوير والتلاعب من قبل هذا الشخص وإحالته إلى الجهات المعنية. هذا كل ما في جعبة اليوم من أخبار في عموم محافظة نينوى.